نعم. البداية لفريق العاصمة، كرة من ماوري والترويض الرائع من اللاعب الدولي الألماني ميروسلاف كلوز اللي يفتتح التسجيل في الدقيقة 12. ثم يأتي المنتدب الآخر العملاق الفرنسي جبريل سيسي يسبق نيستا، يغارط الحارس أبياتي ويعطي الهدف الثاني للمدرب ريع. لكن ميلان لم يقل كلمته الأخيرة، كرة جميلة من أكويلاني لكاسانو المثلث، زلاتان إبراهيموفيتش، هدف تذليل الفارق. هذا الكل في 21 دقيقة لعب، ثم رأسية على غير العادة.